ده موضوع سهل بس بيترتب على ايه؟ زي ما اتفقنا على دايره الوحده. طب دايره الوحده بتقول ايه؟ تاني ان دايره الوحده دي معانا في كل حاجه، هي عامله كده اهي من صفر، بعد كده 90، بعد كده 180، كل مره بتزيد 90 درجه، 270 360. طيب ال 180 بيسموها باي، 360 قدها مرتين فبيسموها 2 باي، ال 90 قد نص ال 180 فبيسموها باي على 2. ده اخر درس هنبدأ. طيب 3 باي على 2 تمام. طيب الربع الاولاني ده يا جماعه بيسموه ايه؟ بيقولوا عليه ايه؟ في عندنا رول بيقولوا عليها كل زي ما اتفقنا جا ظا جت، كل جا ظا جت. فزي ما قلنا ساعات بيسموها يقول لك كل جميله ظريفه جاتها يعني فرح او كده تمام. طيب وساعات يقول لك كل جبار ظالم جاته اي حاجه بقى تمام. يعني ساعات الناس بيعلمها بحاجات كده عشان يحفظوها يعني، بس المهم ان هنا كل، هنا جا، هنا ظا، هنا جت. طيب خدوا بالك يعني ايه كل، يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناه هنا كل النسب الجا والجاتا والظا ومقلوباتهم، مقلوب الجا قتا، مقلوب الجاتا قا، مقلوب الظا ظتا، كلهم موجبين، كل موجب هنا يعني كل ده موجب. وهنعرف فايدة الكلام ده ايه دلوقتي. طيب في الربع الثاني الجا بس وزميلتها الجا والقتا هما اللي موجبين، وبقيه الناس سالبه، يعني الجاتا والقا اللي هي مقلوبه سالبين، الظا والظفا سالبين، وهكذا. في الربع ده الظا بس هي اللي موجبه، هي وزميلتها ظفا، والباقي كله سالب. في الربع ده الجاتا بس هي اللي موجبه، هي وزميلتها اللي هي القا موجبين، والباقي كله سالب. طيب فهو بيجيب لي المساله ازاي؟ بيقول لي اوجد مثلا الاول الربع ده برضو يا جماعه قبل ال 180، اللي هو الربع الثاني ده قبل ال 180. طبعا ده الربع الاول، ده الربع الثاني، ده الربع الثالث، ده الربع الرابع. فهو يقول لك ايه؟ الربع اللي قبل ال 180 ده بيسموه 180 ناقص الزاويه، اللي هي سيدي. الربع الثالث بيسموه 180 زائد زاويه. الربع الرابع بيسموه 360 ناقص زاويه. طيب في شويه حاجات الاول عندنا كده، شويه قواعد بتقول ايه؟ بتقول ان انا لما اقول مثلا جا لما اقول مثلا جا 180 ناقص زاويه. طيب بص يا جماعه 180 ناقص الزاويه دي في الربع الكام؟ الثاني. مين اللي موجب؟ الجا هي اللي موجبه، يبقى الجا هتفضل جا زي ما هي وموجبه، مش هنحط سالب، وبنشيل كلمه 180 ناقص دي ونكتب سين. يبقى دي تعتبر قواعد بس احنا ايه؟ سهل استنتاجها يعني، مش لازم نحفظها. اهي. طيب القاعده الثانيه، لو جه قال لي مثلا جا 180 زائد سيتا او زائد ايه؟ طيب ال 180 زائد سيتا في الربع الثالث، الربع الثالث الجا ظروفها ايه؟ الظا هي اللي موجبه، يبقى الجا سالبه. ما الجا في الربع الثالث الظا بس هي اللي موجبه، فالجا بتبقى سالبه، فاحنا بنحط اشاره سالب كده اهو ونكتب جا وسيتا. يبقى لو احنا بنبص على الربع، لو لقينا الاشاره فيه بتاعت الداله المثلثيه دي اللي هي الجا والجتا والظا سالبه، خلاص نحط سالب. يعني هو لو كان قال لي مثلا ظ 180 زائد سيتا، لا ال 180 زائد سيتا في الربع الثالث الظ موجبه، فكانت هتبقى الاشاره موجبه عادي، ونكتب ظ سيتا. الكلام ده بينفعنا لان في مسائل هتجيلنا على كده. طيب نيجي بقى على ايه؟ الحاجه الثانيه ال 90 وال 270، ناخد واحدة على 360 برضه. ال 360 برضه يا جماعة لو أنا قلت مثلا جاتا 360 ناقص سيتا، 360 ناقص سيتا اللي هو الربع الرابع، الجاتا فيه موجبة، الجاتا فيه موجبة، فبتبقى الإشارة بتفضل موجبة ويبقى جاتا سيتا. طيب لكن لو جينا قلنا مثلا قا أو مثلا قتا
360 ناقص سين. القتا دي اصلا مرتبطه بالجا يا جماعه، القتا هي مقلوب الجا، يعني لو انت عندك مثلا جا سيتا اجابتها 3 على 5 تلاقي قتا سيتا اجابتها 5 على 3 المعكوس بتاعها يعني. فمعنى ان القتا مرتبطه بالجا، نبص في الربع، الربع الرابع الجتا هي اللي مجابه، الجتا هي المجابه. يبقى الجتا والقا هما اللي مجابين، يبقى انا عندي لو في قتا، لو في قتا هتبقى سالب، هم حاطين سالب. قتا ونكتب السين. تمام؟ يبقى انا بس فايده ال 360 وال 180 ان انا بعرف انا في الربع الكام. طيب لو جه بقى جاب لي ال 90 وال 270، 90 وال 270 مشكلتهم حاجه. بص لما اقول مثلا 90 ناقص سيتا. 90 ناقص سيتا يا جماعه خد بالك اللي هو الربع الاول، الربع الاول بيسموه 90 ناقص سيتا او بيسموه ايه؟ هو بعد ال 360 بيسموه 360 زائد سيتا. ما هو كل ربع له اسمين. الربع الاول يعتبر قبل ال 90 فبيسموه 90 ناقص سيتا. وبعد ال 360 فبيسموه 360 زائد سيتا، يعني له اسمين. طيب لو جينا بصينا الربع الثاني برضه له اسمين، هو بعد ال 90 فبيسموه 90 زائد سيتا او يسموه 180 ناقص سيتا لانه قبل ال 180. يعني الربع الثالث بيسموه 180 زائد سيتا او يسموه 270 ناقص سيتا. يعني بيسموه الاسم ده يا الاسم ده. بس احنا دايما بنلجا في الاسماء لمين؟ لو عرفنا، لو عرفنا يعني لو عندنا حريه اختيار نلجا للاسماء اللي فيها 360 و180 بعد ربنا يعني. تمام؟ ليه بقى؟ لان 360 و180 هنشوف دلوقتي كويسين، 90 و270 مش كويسين، هنشوف مش كويسين في ايه؟ انا دلوقتي 90 ناقص سيتا ده الربع الاول، 90 ناقص سيتا لازم احدد الربع الاول كده، ده الربع الاول، الربع الاول كل النسب موجبه يعني الاشاره هتبقى موجبه. ولكن مشكله ال 90 يا جماعه هي وال 270 ان بيخلوا الجا تبقى جا، يحطوا لها تيه يعني، فبقت جا سيتا ما بقتش جا سيتا زي دول. بص ال 180 لا ثابت الجا جا، 360 ثابت الجتا جتا، والقتا قتا ما عملش حاجه. لا ال 90 وال 270 مشاربين، مشاربين يعني ايه؟ الجاي يخلوها جتا، القاي يخلوها قتا، والقتا يخلوها قا، يعني اللي فيه ت يشيلوا منه الت، اللي ما فيهوش ت يحطوا له ت. يعني مثلا لو انا قلت ايه؟ لو انا قلت مثلا قتا 270 زائد سيتا. طيب الاول 270 زائد سيتا يعني بعد ال 270 اللي هو الربع الرابع. ابتدي اسال نفسي هي القطة في الربع الرابع ده ايه ظروفها؟ طب القطة دي اصلا مقلوب الجا، القطة دي مقلوب الجا، والربع الرابع عنده الجتا هي اللي مجابه، يبقى القطة هتبقى سالب، القطة والجا هيبقوا سالبين، ما هو بيبقى عنده حاجه واحده بس اللي مجابه، يبقى القطة هتبقى سالبه، بقوم حاطط سالب. يبقى انا الاول بحدد الربع يا جماعه واشوف القطة دي مجابه فيه ولا سالب. طب الجزئيه الثانيه لو هو 180 او 360 كانوا سابوا القطة دي قطة، ولكن ال 270 بتخلي القطة تبقى قا، شالت منها التل. يعني لو جاي لي نفس المساله دي بس قال لي قطة بص 360 ناقص سيتا هي هي ايه؟ 360 ناقص سيتا في الربع الرابع القطة كانت سالبه، فنحط سالب. ولكن مثل ال 360 او ال 180 ما بيعملوش حاجه، ما بيعملوش حاجه يعني ايه؟ يعني بيسيب لك القطة قطة زي ما هي، ما يخلاش قا. تمام؟ يعني دي تعتبر القواعد اللي احنا هنشتغل عليها، هنشتغل عشان نشوف مسائل اللي هتيجي على الكلام ده ازاي. طيب في قواعد كمان تانية بقى سهله، يقول لك ان الجتا طبعا هي والقا، طبعا اللي بينطبق على الجتا بينطبق على القا، لو جه جنبها سالب سيتا فهي بتبلع السالب دي، يعني تطلع لك الاجابه جتا سيتا. طيب الجا لو جه جنبها سالب سيتا بتطرد الاشاره، يعني تطردها عشان تطلع الاجابه سالب جا سيتا. الظا نفس القصه، لو جه جنبها سالب سيتا بتطرد الاشاره تخليها سالب ظا سيتا، سالب ظا سيتا. يبقى عندنا دلوقتي الجتا هي اللي بتطلع الاشاره عامله زي علامه المقياس كده او علامه القيمه المطلقه، لو لقت سالب بتشيل، لا دي لو لقت سالب بتطلعه قبلها هي والظا، لو لقوا سالب بيطلعوه قبلها.
تمام. ده بالنسبة لإيه؟ لل يجيب لي مسألة إزاي؟ دي مرسومة، يجي يقول لي كده مثلا، بص يقول لي، ودي كانت جاية في امتحان من الامتحانات، يقول لي إذا كان ظا 180 زائد سيتا تساوي واحد، فإن سيتا تساوي نقطة. او ما انا اقول له اه ظا 180 زائد سيتا، او ما اخدها قدامي كده واكتبها واتصرف معاها، ظا 180 زائد سيتا تساوي واحد. طيب ال 180 زائد سيتا ده الربع الايه؟ الثالث اهو، 180 زائد سيتا الربع الثالث. اقوم باصص هو مين اللي موجب في الربع الثالث؟ الظا، يبقى الاشاره هتبقى موجب عادي. مش عايز تكتب بقى الموجب، ما تكتبوش، انا بكتبه انت بس عشان تعرف. طب هل ال 180 بتحط ت او بتشيل ت؟ لا ما بتحطش، يعني ما بتعملش حاجه في الظا، هتسيبها ظا، وبعدين ال 180 والزائد بيتشالوا وبقت سيتا. يعني كان المساله يا جماعه جايه لي ظا سيتا تساوي. طب احنا لما بنيجي نجيب الزاويه بنجيبها ازاي؟ طالما انا ظا سيتا مش عارف ايه الزاويه، بعمل شيفت تان للواحد ده، هتقوم طالعه لي الاجابه 45 على الاقل. خلاص يبقى السيتا دي كانت ب 45، تمام. يبقى ده سؤال برضو من الاسئله ممكن يجيب. طيب ممكن يجيب لي برضو سؤال تاني يقول لي ايه؟ هجيب سؤال مثلا على القطع والكلام ده، هقول ايه؟ مثلا كده إذا كان قتا مثلا 270 زائد سيتا يساوي 2 على جذر 3، فإن سيتا تساوي نقطة. طب أنا باخدها واحدة واحدة، باخدها واحدة واحدة. القتا دي أصلا يا جماعة مقلوب الجاذب أساسي، خدوا بالك يعني ايه مقلوب الجا. اول ما الاقي القطا والحاجات دي محولها، احولها ازاي؟ اقول له طالما القطا ب 2 على جذر 3 فمعنى ذلك ان ايه؟ هو المفروض هيقول لي هنا معلش سالب 2 على 3، هيقول لي سالب 2 على 3، سالب 2 على 3. طالما ان انا الاقي ان هو جايب لي القطا، اقوم انا محولها جا على طول، اقول له يبقى دي اصلا لو انا عايز اجيب جا 270 زائد سيتا هتبقى مقلوب دي، يعني سالب جذر 3 على 2. دي اول خطوه، وانا اتعامل مع المساله كانها جايه لي كده، كانها جايه لي كده. اقوم سال نفسي، طب ثانيه واحده 270 سيتا دي الربع الكام؟ اهم حاجه اسال نفسي دي الربع الرابع، يا ترى مين اللي موجب في الربع الرابع؟ الجذر هي اللي موجب، الجذر هي الموجبه، يبقى الجا سالبه، يبقى انا حاطط اشاره سالب، ده مبدئيا. الحاجه الثانيه ال 270 بتقلب الجا تخليها ايه يا جماعه؟ تخليها جتا، وبعدين السيتا تنزل، يعني هي ال 270 دي مؤذيه في حاجه، تخلي لك الجا جتا وبعد كده هي بتتشال، زي ما كل واحد بيعمل لك مشكله ويمشي، تمام؟ تقلب لك الجا تخليها لك جتا وبعدين هي بتتشال بعد كده، تمام. طيب بتساوي سالب جذر 3 على 2. طيب انا ممكن اصلا اشيل السالب مع السالب، يبقى كأنك بتقول لي جتا سيتا بتساوي جذر 3 على 2. طيب جتا سيتا انت عايز تجيب السيتا، طالما عايز تجيب السيتا تقوم عامل ايه بقى؟ شيفت كوزاين لجذر 3 على 2، هتجيب دي بالآلة هتقوم طالع لك 30، يبقى الزاوية بتاعتنا كانت 30. شفت يا جماعه طريقه حل المسائل؟ اللي انا دلوقتي عندي الاول بحدد الربع، احدد انا الربع ده الجا بتاعتي او الداله المثلثيه بتاعتي اللي هي الجا او الجتا او الظا، هل هي موجبه ولا سالبه؟ وبعد كده ابتدي اشوف هل الرقم اللي معاها هيقلب ولا مش هيقلب؟ طب هو كان ممكن كتب لي بدل ال 270 ده ايه؟ كان ممكن كتب لي بدلها كلمه 3 باي على 2، هيبقى شكلها مرعب. 3 باي على 2 اهي يا جماعه، اللي هي ال 270، لان اصلا الباي بكام؟ الباي ب 180، فانا لما اقول 3 باي على 2 يعني 3 باي على 2 دي، عشان بس ما نترعبش منها لو انا نسيتها،
هي 3 في 180 على 2 هتقوم طالعه لي 270 درجه. 270 درجه ده بالنسبه لي. طيب يبقى كده انتهينا من المسائل دي. طيب ساعات بيجيب لي برضو يقول لي ايه، طيب هم لاحظوا كده بقى حاجه، قال لك طب ما هو معنى كده ان لما يكون جا زاويه بتساوي جتا زاويه، الكلام ده في حالتين، الكلام ده في حالتين ايه هما؟ يعني انا لما اقول مثلا ايه، لما اقول مثلا ايه، زي ما قلنا جا مثلا 90 ناقص سيتا، احنا قلنا 90 ناقص سيتا دي في الربع الاول بتبقى الجا موجبه، يعني الاشاره موجبه، وال 90 بتقلب الجا تخليها جت. طيب فقال لك يبقى معنى كده ان انا لو قلت لك جا زاويه تساوي جتا زاويه، يبقى تعرف ان الزاويتين دول كان مجموعهم 90، لان فعلا انت لو جمعت الزاويه 90 ناقص سيتا جمعتها مع الزاويه سيتا هتطلع الاجابه 90، هتطلع الاجابه 90. فقال لك يبقى نفهم من كده بقى ان انا لو قلت لك جا مثلا 20، قول لي انت بتساوي جتا 70، يعني طالما الجا تساوي جتا يبقى ده كان ايه؟ ده كان الزاويه دي ودي مجموعه 90. يعني لو قال لك مثلا جتا 40 درجه يبقى بتساوي جا 50 درجه. يعني تلاقي الجتا بتساوي جا، يبقى في الحاله دي مجموعه 270. طيب برضو قال لك حاجه ثانيه، قال لك حاجه ثانيه ان انا ممكن الاقي في الربع الرابع، بس في الربع الرابع بس، في الربع الرابع لو انا جبت مثلا جتا، الربع الرابع يعتبر 270 ناقص سيتا، 270 زائد سيتا سوري، الاحظ حاجه ان في الربع الرابع الجتا موجبه، 270 زائد سيتا ده الربع الرابع، فالجتا بتبقى موجبه، موجبه عادي جدا، ولكن 270 هتقلب الجتا تخليها جا. فقال لك في الحاله دي ان انا لو قلنا مثلا معلش 270 ناقص سيتا، 270 ناقص سيتا، 270 ناقص سيتا ده الربع الثالث، الربع الثالث الجتا، الجتا بتبقى سالبه. طيب فقال لك لو لقينا بقى ان الجتا بتساوي سالب جا، الجتا بتساوي سالب جا، انت لو جمعت الزاويتين دول كده بس 270 ناقص سيتا زائد سيتا هتلاقيها بتديك ايه؟ بتدي لك 270. فقال لك يبقى معنى كده ان انا لو قلت لك مثلا، لو انا قلت لك مثلا جتا 220 بتساوي، او خليها بقى على نفس الزاويه، لو انا قلت لك مثلا جتا 30 وقلت لك بتساوي جا مين؟ هتقول لي جا 60، يبقى مجموع دول 90. لكن لو انا قلت لك جتا 30 وقلت لك بتساوي سالب جا مين؟ سالب جا مين؟ قول لي سالب جا كملها ل 270، 240. يبقى لو لقيت يا جماعه الجتا بتساوي سالب جا، او الجا بتساوي سالب جتا، يبقى انت كده بتتكلم في ايه؟ في ان مجموع الزاويتين دول كان 270. ولكن لو لقيت الجتا بتساوي جا، فهذا معناه ان ايه؟ معناه ان الزاويتين بيساووا 90 مع بعض، بيساووا 90 مع بعض. تمام؟ قال لك طيب لو انا في ال ماشي تمام، فدي برضو معلومه من المعلومات ممكن يجيبها لي، بس بيجيبها لي على ايه بقى؟ ايه سين وكده، يعني ما اللي يعني مش عارف جبت المساله. يقول لي اذا كان يقول لي اذا كان جا 2 س زائد 30 تساوي جتا مثلا 2 س زائد 30 تساوي جتا 4 س، فإن س تساوي نقطة. إحنا قلنا طالما الجا بتساوي الجتا فإن مجموع الزاويتين دول يساوي 90 درجة.
هما الزاويتين دول 96 درجه، يعني هما ناقله على طول مباشره، يبقى 2 س زائد 30 زائد 4 س، يعني الزاويه اللي هي 2 س زائد 30 والزاويه الثانيه اللي هي 4 س يساوي 90. وابتدي احل بقى، 2 س و4 س هيبقى 6 س زائد 30 يساوي 90، او مودي ال 30 بعكس الاشاره يبقى 6 س تساوي 90 ناقص 30، يعني 6 س تساوي 60، يبقى س تساوي ايه؟ 10. س تساوي 10 درجات. فدي برضو من ضمن الاسئله اللي بتجيلنا في الموضوع ده. تمام؟ طيب ساعات بقى يقوم جايب لي ايه؟ يجيب لي اثبت ان، يجيب لي الاسئله على الموضوع دوت على هيئه اثبت ان، ويجيبها لي ارقام بس، ما يجيبهاليش ما يجيبهاليش بقى لا سيتا ولا بالسيتا ولا الكلام ده. يعني يقول لي كده يا جماعه، الحته الثانيه اللي عايز اقولها بقى ايه بقى؟ الزوايا المنتسبه، ان انا ممكن اجيب لك زاويه زي 150 مثلا، اقول لك جا او جتا 150 درجه، قال لك جتا 150 درجه، دي احنا لو ضربناها على الاله كوزاين 150 هتطلع الاجابه على طول. ولكن لو احنا حبينا ننسبها لزاويه، ننسبها لزاويه ازاي؟ هي ال 150 يا جماعه موجوده في الربع الثاني، الربع الثاني بيقول يا 180 ناقص زاويه يا 90 زائد زاويه. ففي ناس ممكن تحلها بطريقتين، يقول لك انا هعملها جتا 180 ناقص، بص يا جماعه هي 150، ال 150 هتلاحظوا ان هي 180 ناقص 30 فعلا اهو، حولتها ال 180 من 50 عملتها 180 ناقص 30، ويبتدي يتعامل معاها بقى زي المسائل اللي فاتت. ازاي زي المسائل اللي فاتت؟ اولا هي موجوده في الربع الثاني، يبقى الجتا سالب. طيب ال 180 مش هتقلب الجتا، هتخليها جتا زي ما هي، وال 180 ناقص بتتشال بقى وتبقى 30. طب جتا 30 لو انا جبتها بالاله هتدي لك سالب جذر، جتا 30 هتديك جذر 3 على 2. طب هو انا لو ضربت جتا 150 من الاول هتطلع بسالب جذر 3 على 2؟ ايوه، ولكن هو عاوزني احلها بخطوات، فيقول لي بدون استخدام الاله، بدون استخدام الاله يعني، او مثلا وضح خطواتك، يعني هو عاوزني اعملها كده. تمام؟ طيب في ناس ممكن يعملها بحل اخر، حل اخر يقول لك ايه؟ هي دلوقتي احنا اتفقنا ان الزاويه دي في الربع الثاني. يقول لك بسيط، انا بقى مش هسميها كده، انا هسميها جتا بدل 150، هسميها 90 زائد. هو من حقك، من حقك تسميها 90 زائد، لان الربع الثاني اسمه 90 زائد سيتا برضه. طيب ال 150 عباره عن 90 زائد كام؟ لو انت مش عارف اعمل 150 ناقص 90 هيديك 60. طب هل اللي سماها ال 150 90 زائد 60 هيطلع نفس الحل ده؟ اه، بس الاختلاف في خطوات الحل. ازاي؟ يعني دلوقتي انا في الربع الثاني برضه الجتا بتبقى سالب، ولكن مشكله ال 90 يا جماعه انها بتقلب الجتا تخليها جا، 90 بتقلب الجتا تخليها جا، تقلب الجتا تخليها جا، وبناء عليه وطبعا بتتشال بقى، فهتبقى المساله سالب جا 60. واحد يقول لك طب ازاي ده، دي طلعت سالب جتا 30 ودي سالب جا 60، هيطلعوا نفس الاجابه، ادي السالب اهي، ولو جبت جا 60 على الاله هتديك جذر 3 على 2. يبقى اللي هينسبها يا جماعه سموها منتسبه، عشان كده ان في ناس نسبوا الزاويه دي لل 180 وفي ناس نسبوها لل 90. اللي نسبها لل 90 بدلت معاك جتا خلتها جا بس طلعت نفس الاجابه، واللي نسبها لل 180 الجتا ما اتبدلتش فضلت جتا زي ما هي وطلعت نفس الاجابه. ولذلك احنا دايما بنلجا في النسب لل 180 وال 360، ما بلاش ال 90 وال 270 لانهم بيقلبوا. فلما اجي انسب اي زاويه يفضل خلينا في الحل الاولاني اللي هو انسبها ل 180. اشوفها والله لو هي في الربع الرابع اخليها 360 ناقص زاويه. ربع يعني هناخد امثله دلوقتي. ان هو ممكن يجيب لي مثال مثلا كده. طبعا هي المساله ما بيجيبليش جتا 150 لوحدها. بيجيب لي كذا واحده من دول ويقول لي ايه؟ يقول لي كده مثلا في مساله يقول لي اثبت
الساحة المتطابقة، ممكن يقول لك متطابقة وممكن يقول لك المتساوية الآتية في الامتحان. بص بقى، جايب لي مسألة بيقول لي جتا سالب 300 جا 420، طب اللينك فصل يا جماعة، خش على نفس اللينك. ناقص جتا 750 من الكتاب المعاصر، جتا 660 تساوي صفر. هناخدهم واحدة واحدة يا جماعة، هناخدهم واحدة واحدة. أنت عايز جتا سالب 300، نمسك جتا سالب 300 دي نجيبها الأول. بص بقى معايا كده، أنا همسك جتا سالب 300. طب مبدئيا احنا قلنا الجتا لما تخش على سالب كده بتبلع السالب، يبقى دي كانها جتا 300. طيب 300 دي يا جماعه موجوده في الربع الكام؟ ال 300 دي موجوده في الربع الرابع، موجوده في الربع الرابع، لان الربع الرابع من 270 ل 360. طالما ان هي موجوده في الربع الرابع يبقى انا ممكن انسبها يا ال 360 ناقص سيتا يا 270 زائد سيتا. احنا قلنا هنخلينا في 360، يعني انا ممكن احولها كده، لو جتا 360 ناقص، طيب هي المفروض بقى ال 300 تبقى 360 ناقص كام؟ ناقص 60. هو فعلا ال 300 عباره عن 360 ناقص 60. كويس جدا. طيب ونبتدي نسال نفسنا السؤالين اللي بنسال، هو انا في الربع الرابع الجتا ايه ظروفها؟ الجتا موجبه، الاشاره موجبه. طيب هل ال 360 هتقلب الجتا تخليها جا؟ لا. يبقى انا بعد ما حولتها للمنظر ده يا جماعه بسال نفسي سؤالين، انا في الربع الكام؟ انا في الربع الرابع، الرابع الجتا ايه ظروفها؟ الجتا موجبه، حطينا موجبه. طب السؤال الثاني، هل ال 360 هتقلب الجتا تخليها جا؟ قال لك لا، هتسيبها جتا زي ما هي. خلاص وكده ال 360 ادت دورها وبقت الاجابه جتا 60. جتا 60 لو انت حسبتها هتلاقي الاجابه بتاعتك نص على الاقل. يبقى احنا كده خلصنا اول واحده. طب خش على اللي بعديها 420. مبدئيا يا جماعه لما الاقي زاويه كبيره زي 420 انا اخدها على جنب كده واطرح منها 360 عشان تظهر شويه، فهتديني 60. خلاص يبقى ده 420 دي هيجي 60، مش محتاجه نسيبها بقى ولا حاجه، لان طالما الزاويه في الربع الاول يعني من 0 ل 90 ما تنسبش حاجه. انت بتنسب الزوايا اللي هي ال 150 ال 210، الزوايا اللي هي معديه ال 90 هي اللي بتنسبها. جا 60 دي هجيبها على الاله على طول، هتطلع جذر 3 على 2. طيب خش على جتا 750. جتا 750، 750 انت ممكن على جنب تقعد تنقص منها 360 لحد ما توصل لرقم صغير، 0 15 ناقص 6 9، 6 ناقص 3 30، لسه ممكن نشيل منها 360 تدينا 30. يبقى لما تلاقي زاويه كبيره كده افضل شيل منها 360 فبقت جتا 30. وجتا 30 لو انا جبتها هتطلع جذر 3 على 2 بالآخر. فاضل لي جتا 660. جتا 660، 660 كبيرة برضه، افضل شيل منها 360 هتدي لك ايه؟ هتدي لك 300، هتدي لك 300. يعني جتا 660 دي كأنها جتا 300. وجتا 300 زي ما اتفقنا لازم انسبها طالما الزاوية معدية الربع الأول، يعني طالما الزاوية معدية في 90 انسبها. انسبها ازاي؟ زي ما اتفقنا. أقوم أنا سائل نفسي، هي ال 300 دي فين؟ في الربع الرابع. الربع الرابع يبقى هي هتبقى 360 ناقص كام؟ لو انا حسبتها 360 ناقص 300 حتى تيجي 60، هي هتبقى 360 ناقص 60. طب وابتدي اسال نفسي، طالما حولتها للمنظر ده يا جماعه اسال نفسي السؤالين بتوع، الربع الرابع الجتا ايه ظروفها؟ الجتا كانت موجبه. طيب الحاجه الثانيه، هل ال 360 هتقلب الجتا تخليها جا؟ لا مش هتقلب، يبقى تفضل ايه؟ مش هتقلبها، يعني تفضل جاتا زي ما هي، ودي بقت جاتا 60. جاتا 60 بكام؟ بنص. بعد ما انا جبت الاربع اجابات دول ببتدي بقى نقول له ايه؟ هو بيقول لي اثبت ان الكلام ده يساوي صفر. قول له بقى ايه؟ الطرف الايمن، الطرف الايمن، وابتدي اعوض بقى بالاجابات اللي انت جبتها. جاتا سالب 300 انا كنت جايبها بنص. طبعا في هنا علامه ضرب يا جماعه. جا 420 انا جايبها بجذر 3 على 2، ناقص
جاتا 750 انا جايبها بجهاز 3000، جاتا 660 انا جايبها بنص. هنحسب كل ده على الآلة يا جماعة، تقوم الإجابة طالعة صفر، يعني يساوي الطرف الأيسر. وأقول له إذا الطرفان متساويان. دي القصة بتاعتها.